رجعنا يعني لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل صنف جميل جدا. احنا عملنا الحمد لله الفتره اللي فاتت اصناف كتير بالملوخيه، فعملنا الملوخيه ناشفه وقلنا ازاي نديها اللون زي الخضره، والحمد لله اضفنا لها ساعتها السلق والكزبره الخضراء، وعملنا الملوخيه بتاعتنا الخضراء الحلوه. والنهارده هنعمل الملوخيه بالجمبري، لانه الملوخيه بالجمبري دي برضو ليها محبيها. وطبعا بحيي كل اهل اسكندريه وكل اهل بورسعيد والسويس وكل الناس اللي على السواحل اللي بتحب جدا وتعشق الماكولات البحريه. انا هعملها على طريقتي واتمنى يا رب تنول اعجابكم، لكن دايما اقول ايه، الواحد ما بيحبش ياكل الحاجات دي الا عندكم او في اماكنها، عشان انتوا ما شاء الله بيبقى لكم ليكوا تيست تاني وحاجه جميله جدا. طيب نبدا كده بسم الله للملوخية. عندي نص كيلو من الملوخية، ربع كيلو من الجمبري، طبعا بنقي الجمبري الصغير. عندي ثوم مفروم وبصل مفروم ناعم، طماطم مبشورة، فلفل أخضر حار، وكزبرة خضرة مفرومة، ومعلقتين كبار من الصلصة، معلقة صغيرة من السكر، كمون وكزبرة وملح وفلفل، معلقتين سمن ومرق. طيب أنا هطلع الأول كده شوية هنا بان الوقف، هدي تشويحة للجمبري. حلو الكلام. طيب وعندي للمرق أو للشوربة اللي هضيف فيها الملوخية، هقول لكم هسيبها تغلي مع الحاجة دي، بس الأول نشوح الجمبري أو نحط الجمبري يتشوح تشويحة حلوة، عشان هضيف ده مع ده هتبقى إن شاء الله رائعة وجميلة. بسم الله. هاخد كده بسم الله الرحمن الرحيم توم، ناخد معلقة خشب و هحط بس معلقة سمنة هنا. أنا بقى بما إني هحط السمنة فمش هحط زيت بقى في حتة، هاخد كده توم وأسيب شوية عشان أعمل بيهم الطشة. هاخد شوية فلفل حار هنا، هنا هحط المرق. بسم الله الرحمن الرحيم حبه كده، مش عايزه اكتر لحد ما نشوف. انا اتحكم في المرق بس المرق ما يتحكمش فيا. اوكي هاخد فيه شويه بصل وشويه طماطم بيوري كده. تعالوا نقلب بالويسك هنا، هنا هاخد معلقتين بصل هنا مع الثوم، ادبل البصل. كل ده هيرجع يضاف تاني على الملوخيه. عندي شويه كزبره خضراء، كده كده رشه الملح والفلفل حطها حالا. بسم الله. هنحط بقى الجمبريكه دلوقتي نشوحهم مع الخليط ده، كل واحد دي طريقته اللي بيحس التست بتاعها حلو بيعجبه. هنشوح تشويحه كده حلوه. حطيت هنا مع المرق طماطم، خليها تغلي غلوه حلوه مع المرق. وعندي معلقه كمان صغننه كده من الصلصه، نقلب بقى. الله الله كده. مش عايزه احط الجمبري دلوقتي انه ما بياخدش وقت الحقيقه في التشويح يعني في السوى. هبقى حلوين، ريحه حلوه بتاعت الكزبره الخضراء. وهنا بصوا المرق، اول حاجه ان انا استخدم المرق كميه قليله، وبعدين ابدا ازود ازود شويه بشويه لحد ما احس ان انا عايزه اوصل للايه، للخليط اللي انا عاوزاه. هاخد كده ازي جمبري. ناخد رشه بقى من كده والكزبره، رشه كزبره رشه كمون هنا، خلاص كشت خالص كده تمام. طيب تعالوا بقى هرفعه
تعالوا بقى نبدا نضيف هنا، احط هنا وهاجي هنا، الشوربه هتبدا او المرق هيبدا يغلي. هنزل الاول الملوخيه، بسم الله بسم الله. الله يرحمهم، كانش فيه زيهم الفنانين دول الحقيقه. هو ده اللي انت فاكره ايه في الملوخيه بتاع عبد السلام النابلسي؟ بس ماشي. الملوخيه دي امزجه. وعلى فكره انا عايزه احيي كل الاماكن، المطاعم المحترمه اللي بتعمل اكلات بيتي واسماك وملوخيات بيتي. اه كده شايفين الجمال. ممكن يعني بيبقى صعب على الواحد ياكلها بره، بس يعني بصراحه في اماكن جدا وبيبقى روعه، ليه تيست وطعم. لا انا بشكر الامانه، بس بشكر الامانه لان في ناس ما بتعملش الملوخيه تقيله كده. وبعدين احط بقى هنا بان ثانيه، انا عايزه اعمل طشه عشان احط كل الحركات مع بعضيها دلوقتي. تغلي بس غلي اولا، هاخد كده هنا لحظه، هجهز معلقه السكر اخر حاجه هتضاف عشان الحموضه وعلشان تدي تيست حلو تعمل معلقة. بصوا خلينا نشوف كده بالوش. الملوخيه احلى حاجه، الملوخيه اللي ايه الخضره دي. اي نعم هي بتبقى متعبه بس ليها طعم تاني خالص. لا لا لا، خلاط ايه بس يا ماما، لازم المخرطه. كانوا زمان يحطوا لنا، انا فاكره كويس قوي والله، كنت ساعتها ساعد مامتي، فكنت تحط لي كام فص توم وانا بخرط الملوخيه في الوسط كده، تقطعهم شرايح وترميهم ايه واحنا بنعمل كده. فسبحان الله طعم التوم الني ده يدي ايه، الله الله، طعم وريحه. على فكره جربوا ده برضو في القلقاس، احنا عملناه مع بعض وعجب ناس كتير. سمك الملوخيه بقى، بصوا شايفين. اجيبه منين القلقاس دلوقتي؟ طيب انا بسخن هنا عشان اعمل بقى السمن والطشه. بسم الله الرحمن الرحيم، حبه سمنه بقى حلوه. الله الله، هو ده الكلام. لا دي الطشه. ومعلش انا هحط معاها شويه كزبره خضراء وشويه الايه الكزبره وتاتش كمون، ما تكتروش الكمون، عايزين شطه عشان نطوع ياكلها بس. بصوا مش عايزينها تغلي، ايدي فيها. بصوا الجمال، شايفين كده. انا هنزل هنا الجمبريكة، وخلينا نقلب تقليبة حلوة هنا. وهنا شايفين الطشة والملوخية اهي. هضيف دلوقتي رشة السكر. الله، بالجمبريكة. تعالوا بقى انا عايزه اغلي بس الطبق هنا جنبي. تعالوا بقى، بصوا بقى خلاص، اول ما بتغلي هاخد كده، خدوا بالكم ركزوا بقى. خديته، يلا بينا. شايفين الجمال؟ هرفع، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الملوخية،
وتقدروا بقى شويه اللي باقيين عشان اصدقائنا والناس اللي بيحبوا يعملوا طشه الملوخيه قبل ما ياكلوها على طول. في ناس كتير قوي كده على فكره، ما بتحبش ابدا تاكل الملوخيه الا قبل ما تبدا تاكلها تروح عامله الطشه بتاعتها. انا عملت على قدي شويه، اخدتهم اهو قدام حضراتكم بالطشه، وسبت شويه اللي باقيين من غير الطشه، واقدر اعمل شويه طشه تانيين. انا ما عملتش كميه كبيره من الثوم الحقيقه، واضيفهم على الطبق الثاني من الملوخيه بالجمبري، واقدر اكلها في وقت ثاني تبقى لسه فريش، وخصوصا هي لما بتبات يوم بتبقى رائعه. ده طبق الملوخيه بالجمبري بطريقه لطيفه، بس هتستمتعوا بطعمها. الناس بتحب تغمس بقى الملوخيه زي حالاتي كده، هتستمتع بيها جدا. ودن القطه دي مهمه جدا. احنا بقى هنطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل نعمل صنف حلو خفيف وبسيط ومش محتاجين نقعد نعجن فيه ولا حاجه. هنجيب عجينه سهله وبسيطه وهنشتغل بيها حاجه بسيطه جدا تطلع لنا صنف حلو من الاصناف اللي بنشوفها بره وبنشتريها لكن سهله علينا في البيت. ايه هي؟ بعد الفاصل مستنيه حضراتكم.